السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أخباركم إيه؟ يا رب تكونوا بخير في حلقة جديدة من سلسلة اشرب قهوتك صح. النهاردة معانا نوع من إثيوبيا ومن محمصة سامس كافي لاب. بقالي كتير ما عملتش فيديوهات عن حاجة من إثيوبيا، واللي تعتبر من أفضل الدول اللي بتعمل قهوة. النهاردة التميز كمان في إن المعالجة بتاعتها معالجة جافة. أنا عن نفسي بحب المعالجة الجافة لأنها بتخلي الطعم كده قوي، وما شاء الله عليه بيبقى واضح، البودي بتاعه بيبقى حلو وتقيل. فانا متحمس النهارده نجرب النوع ده ونشوف يا ترى هيعمل معانا ايه في الادوات. فيلا بينا. وكالعاده اول حاجه هنبص عليها شكل الحبوب، فتعالوا نبص عليها. الحبوب زي ما هو واضح التحميص بتاعها كويس جدا كعاده سامس كوفي لاب. الاحجام بتاعتها فيها تناسق، درجات التحميص عندنا ممكن يكونوا درجتين قريبين من بعض قوي، وده عادي في طبيعه الحبوب اللي احنا شايفينها المعالجه الجافه واللي واضحه جدا عندي. فيا ترى الطعم هيبقى عامل ازاي؟ فخلينا نبدأ ونشوف. وكالعادة التركي والمكبوت على الرمالة بتاعت ناسو ستيل، والفلتر هجهزه على طول ونرجع لكم. وخصوصا ان الريحة بتاعته وانا بطحن كانت حلوة جدا، فيها ريحة كده فروتي وفي نفس الوقت فيها ريحة تسكيرة لذيذة. احنا هنا بنتكلم مش على اي اثيوبي، بنتكلم على اليرج شاف تحديدا، وهو نوع مفتخر من الاثيوبي. فنحضر ونرجع لكم. معلش يا جماعة بس الريحة فعلا حلوة قوي. نبدأ بالفلتر، كله جاهز عندي اهو، بس هنبدأ بالفلتر كالعادة. الريحة حلوة قوي 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 بصراحة، ريحة فراولة خفيفة قوي مع ريحة تسكيرة. الريحة بتاعت العسل برضو ظاهرة عندي، فخلينا نقول بسم الله وندوق. عظيم بجد عظيم. البودي عندي هنا وسط، الطعم بتاعه حلو جدا، استيبل ومتزن، بيبدأ معاك بمرارة خفيفة لذيذة ومسكرة. لما بتيجي تبدأ تبلع بتحس بالمزازة الهادية بتاعة الفراولة، حاسس كده الايه ان في طعم فراولة فعلا واضح عندي مع طعم عسل، الاتنين واضحين جدا عندي في حلقي. الافتر تيست بتاعي حلو ومش مضايقني. بالنسبة للفلتر حلو قوي قوي، فيا ترى هيكمل معايا كده ولا لا؟ خلينا ندخل على التركي ونشوف. يعني المزازة اللي موجودة عندي في الفلتر ظاهرة عندي في التركي، مش مضايقاني ولكن مش تركي ستاندرد. يعني المزازة دي لو ما كانتش موجودة كان هيبقى تركي حلو جدا، ولكن هو طبيعته ان هيبقى فيه فروتي، فمش هيبقى احسن حاجة مع التركي، فبالنسبة لي مش مفضلة في التركي قوي. ندخل على الموكا بوت نشوف. برضو في الموكا بوت مش احسن حاجة، مش القهوة الكلاسيك بتاعت الموكا بوت. المزازة اللي عندي هنا اللي برضو بقول انها حلوة، انا عن نفسي مبسوط لاني حاسس اني بشرب عصير. في يا جماعة مزازة مسكرة حلوة جدا بتلعب في جنب لساني اهي مع البلع بتاعي، مدياني كده احساس المزازة بتاعت التوت على الفراولة، في تسكيرة حلوة جدا. ولكن في الموكا بوت بالنسبة لي مش احسن حاجة. خلينا نحط عليه لبن ونشوف. مش عارف ليه في اللبن جاي في بقي اللبن بتاع جهينة اللي بالفراولة، وعليه كده شوية نسكافيه طعم قهوة خفيفة. مزازة القهوة عندي داخلة مع اللبن مخلياه قالب شوية على لبن بطعم، ولكن طعم القهوة نفسه فيه مش عارف، مش حاسه مازال حتى الآن بصراحة. الفلتر سيد الموقف. واو تمام، انا هكمله بقى واحنا شغالين. ندخل على الباسكت المضغوط ونشوف يا ترى هيقول معانا ايه. فيلا بينا. ده كده شكل الباسكت المضغوط، ودي شكل الكريمه. نقلب، دي كريمه مش فوم، كريمه واضحه جدا ما شاء الله عليها، وكريمه حجمها كويس. الريحه اللي في مناخيري هي ريحه عسل، ريحه العسل بتاعنا مع في حاجه مززه كده حلوه قوي. نقول بسم الله. هنا المزازه ظهرت عندي اكتر شويه من الموكا بوت. هرجع واقول برضو هي حلوة للي حابين طعم الاسيديتي، ولكن هو بعيد شوية عن القهوة الكلاسيكية اللي احنا عارفينها. نحط عليه لبن ونشوف اخباره ايه. هنا بقى احنا بنتكلم في النوع اللي لو بيتحط عليه لبن بيقلب بلبن ميزز شوية او مش حلو شوية. فانا برضو بالنسبة لي هنا في الباسكت المضغوط سواء سادة او بلبن مش احسن حاجة ليا، ولكن هيعجب اللي بيحبوا الاسيديتي، وما زال الفلتر سيد الموقف حتى الان. نروح على اخر حاجة الباسكت المكشوف ونشوف يا ترى هيبقى مع الفلتر ولا مع الباسكت المضغوط. فيلا بينا.
زي ما شفنا الاستخلاص شكله حلو جدا ونازل رايق، القوام بتاعه لذيذ. فخلينا نشوف كده الريحه، ما اختلفتش كتير عن الريحه اللي بشمها من الاول، ريحه عسل مع حاجه مززه. نقلب كده ونشوف الطعم اخباره ايه. مع ان الاسيديتي هنا او الحمضيه ازيد من الباسكت المضغوط ومن الموكابوت، ولكن طعمها ألذ مش مضايقاني، بس هي هنا اسيديتي فقط، انا مش شايف اي مراره ولا اي شوكولاته في الموضوع. فالطعم هنا عندي هو رايح بجداره ناحيه الفاكهه والاسيديتي. هل لما هنحط عليه لبن هيروح معايا فين؟ خلينا نجرب ونشوف. هو برضو واخد نفس السكه اللي قبلها، اللبن فيه مزازه واضحه، طعم مش كل الناس هتحبه. فخلينا نختصر التجربه سريعا ونقول ان النوع ده بالنسبه للتجارب اللي عملناها النهارده فهو موجه تحديدا للفلتر، رائع في الفلتر، متزن جدا. اما بالنسبه لباقي الادوات الثانيه فهتخضع للذوق الشخصي بتاع حضرتك. لو انت بتحب الحاجات الحمضيه والاسيديتي فممكن تجيبه وتجربه، اما لو انت مالكش في الاسيديتي وبتحب الكلاسيكيات فما اظنش انه هيعجبك. ودي كده نتيجه تجربه النهارده لنوع جديد من سامس كوفي لاب، ونوع انا شايفه مميز جدا في الفلتر، واحب ان انا اشربه دايما لان الطعم بتاعه حلو وغني ومتزن في نفس الوقت. ولو حد جربه يا ريت يشاركني في التعليقات تجربته. اشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد ونوع جديد. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.